استقبل الأسرى الفلسطينيون العائدون من المعتقلات الإسرائيلية استقبالاً مهيباً لدى عودتهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. الفلسطينيون احتشدوا لتحيتهم وتقديم التهنئة لهم. ناجح مقبل قضى 24 عاماً في المعتقل، وأقيم حفل خاص لتكريمه في جامعة الخليل بالضفة الغربية. ناجح كان قد حكم عليه بالسجن بسبب قيامه بقتل مستوطن إسرائيلي عام 1990. وقال ناجح إن أموراً كثيرة تغيرت على البشر والحجر في السنوات التي قضاها خلف القضبان. في لحظات الحرية بإني أمارس إنسانيتي بشكل شبه طبيعي، وبقول شبه طبيعي لأنه في هناك كثير من الحقائق والمتغيرات اللي طرأت. وحتى ما بات الناس يعتبرونه أبسط الأمور لا يزال غريباً على ناجح، خصوصاً بعد القفزات الهائلة في مجال التكنولوجيا. إحنا متعودين على الجهاز الهاتف القديم اللي هو أبو قرص، الآن بنستخدم الجهاز الأبسط نوعاً، خليني أقول من الأجيال القديمة من هذه الأجهزة النقالة، حتى نتمكن من التعامل مع الأجهزة الحديثة. لم تتغير شوارع البلدة القديمة في الخليل، لكن المارة في الشوارع قد تغيروا، فقد شب جيل جديد منذ دخل ناجح نفق السجن لسنوات طويلة، وتخرج بعض أصدقائه في الجامعة، وانخرط كل منهم في عمل، وتزوج معظمهم وكون أسرة. بقدر أقول إنه الآن أنا ببني في المثلث الأولي الاستقرار، يعني بناء منزل ومن ثم اللي هو الاستقرار الاجتماعي. وقد أطلق سراح الأسرى في إطار شرط غير معلن طالب به الفلسطينيون للموافقة على استئناف المفاوضات مع إسرائيل. الصفقة تشمل إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين من قدام المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.